عرفت بقى ان والدتك من وانت صغيره كده كانت اي عزا تقول لك لازم تروحي تعزي؟ ده واجب عندنا. كانت يقولوا لي طنشي لو في فرح وانت مزنوقه يعني مش فاضيه تروحي مش مهم. وانا فعلا هي نادرا لما تلاقيني في افراح على طول سمير مسميني عزا عبد العزيز. بس انا بشوف حاجه تانية بقى يعني الفنانه انت دي يا مول. لا قول سمير مسميني عزا عبد العزيز. لا اقصى عليه. ايه ده؟ ايوه والله. ورجاء ورجاء الجداوي برضه عزاء الجداوي عشان هي معايا دايما. ومن كتر ما انتوا بتروحوا العزاء بتريق عليكم. بس والله انا يعني انا منين ما اروح عزاء يعني من اول الناس اللي بتروح هي دلال عبد العزيز. وهقول لكم يعني عامة لو بيبقى شخصية عامة او فنان او كده انا بحس انه الست دي وهي قاعدة في العزاء رايحة تعزي بجد يعني. الحمد لله. صحيح. مع كل احترامي لكل الناس هي مش رايحه تتصور. هي تحس ان هي واحده ست. والله انا لما بقرا حادثه مثلا او حد فقد ابنه او بنته ببقى عايزه اروح اعزي وانا ما اعرفهمش. ما اعرف يعني ببقى عايزه فعلا اروح احضنها يعني اسلم عليها ابوسها احاول اهديها. ف لا انا هقول بقى بلاحظ حاجه تانية غير ان هي دي ست جايه بتقدم واجب عزاء يعني لا هي رايحه ترغي ولا هي رايحه تضحك. هي لابسه اسود ومفيش مكياج خالص وقاعده منتهى الاحترام رايحه تأدي واجب عزاء ولازم يبقى في ايدها واحده من بناتها اذا ما كانوش الاثنين. اتعلموا مني دي وبيعملوا كده على طول. على طول ما بيتاخروش يعني ما دام هم فاضيين وممكن يعزوا بيعزوا. تاخديهم معاكي لازم يجوا معاكي عزاء طبعا. وكل واحده حسب بقى ظروفها ساعات اللي بتحصلني واللي بتسبقني كده يعني. هي دي الاصول بصراحه. احنا كنا في الزقازيق متربيين لما كان بيموت حد في حد لحد في العماره مش حد في العماره نفسها كنا بنقفل التلفزيون ما بنقدرش نفتح التلفزيون. والله كانت ماما تزعق لنا وطي الصوت ما تقفلوا التلفزيون في ناس ما اعرفش عندهم عزا يعني. كنا وبنقعد مده وتلاقي كل عياط وكل بس كان الموت برضو قليل دلوقتي بقى كتير. لا لا هو حسب السن. لا حسب كل السن كل فين وفين على ما بنسمع ان حد مات زمان. لا ما هي نفس النسبة يا مدام دلال. أمه موجودة في حياته بتساعده ما بيحسش بالمأساة دي. أيوة طبعا يعني أنا دايما في عيد الأم بتحضرني مقولة كده مهمة قوي بيقولك إذا مات الأب مات البني آدم اللي الناس بتكرمك عشانه وإذا ماتت الأم مات البني آدم اللي ربنا بيكرمك عشانه. ده حقيقي. ده حقيقي. فدي مقولة حقيقية يعني زي كتير من الامهات يجي عليك عيد الام بقى يبقى فيها عياط ودموع. تصدقي انا كنت بعيط في عيد الام وماما عايشه اكتر من دلوقتي علشان دايما حامله هم اليوم اللي هتموت فيه. تصدقي بقى انا فاكراها زمان قوي يعني كانت في حتى في برنامج كنت انا ودنيا وكانت ماما عايشه الله يرحمها. الست دي امي. ايوه انا عيطت عياط انا ودنيا. طب بنعيط ليه؟ ما احنا انا عايشه وماما عايشه يعني فحاجه غريبه جدا. فانا بفتكر كل سنه في عيد الام وكل ما اسمع ست الحبايب يا حبيبه اعيط وهي ماما موجوده. ده من صغري ماما الله يرحمها يعني مره واحده كده حست بان احنا كلنا ابتدينا نتشغل قامت قالت لي انا بفكر ارجع بقى الزقازيق هناك الجيران وهناك برضو قرايبي هيجولي وقطعت قلبي بقى وقعدت اعيط وقلت لها لا يمكن. فده بيحصل فعلا يعني في لحظه ممكن الامهات الاكبر سنا يحسوا انه مالهمش لازمه وهم مش فاهمين ان هم أيوة طول الوقت لهم لازمه. بتبقى اصعب حاجه. كانت دايما ستي تدعي لنفسها تقول ربنا يديني عمري على قد صحتي يعني ما يرقدهاش يعني انت فاهمه المعنى؟ يديني عمري على قد صحتي. طب بس انا هقول لك على حاجه. طبعا ربنا يدي الصحه لكل الناس يا رب ويزيح اي وجع او الم بس الا الأم. والله النفس في الدنيا ده حاجه ده بيبقوا بركه. والله بتبقى بركه في البيت. استاذ انيس منصور الله يرحمه احنا بنقول الله يرحمهم كتير قوي. استاذ انيس منصور قال لي انا ما حسيتش اني كبرت الا لما امي ماتت وكنت راجل وكبير وشحط كده لما ماتت امي حسيت ان انا كبرت.
ان انا يعني عجزت كاني ما هو كان ما كانش عجز يعني لما ماتت. ففعلا الام طيب قولي لي ايه بعد ما مامتك الله يرحمها توفت والجده بقى زي ما انت قلتي بتبقى غاليه لما تبقى هي مربيه بقى الاحفاد فالاحفاد مربيه دنيا وامي حقيقي الدنيا ايه اللي فضي فيها؟ ايه الحاجات اللي اول مره تعمليها في البيت او اتجاه يعني اكيد في حاجات اكتشفتيها بعد كتير قوي ده انا كل ما احتاس في البيت وفي الشغالين وفي شغل البيت وفي التنظيف وفي المطبخ ان شاء الله حتى اشراف يعني هي ما كانتش بتعمل بايدها كل حاجه كان في الشغالين موجودين بس هي عينها عليهم تقول لهم اعملي كذا اعملي كذا يعني واخده بالها من كل حاجه في البيت لا دلوقتي صعب قوي انا حتى اوضتي مكركبه دلوقتي كانت اكتر حاجه بتضايقها كانت بتتغاظ جدا وتتنرفز لو دخلت ولقت الاوضه منعكشه ولا السرير منعكش يوه دلوقتي زمان لو جت تمسكني تضربني الله يرحمها لو احنا في عيد الام بتدي كلمه لمامتك الله يرحمها ويحسن ليها اقول لها الله يرحمك يا ماما وحشتيني قوي 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 واحنا من غيرك يعني ولا حاجه حقيقي حسينا بقيمتك اكتر بعد ما رحتي مننا كلنا بنقلب اطفال لما بنيجي نتكلم عن امهاتنا ربنا يخليهم كلهم بصي بقى ما تعيطيش عشان سمير غانم ما يتريقش عليكي والنبي هيتريق عليكي وعليها ده هو اكتر واحد كان بيحب ماما ايوه بس هو ما بيحبش اللي بيعيطوا ايوه ما بيحبش النكد اه بس ده مش نكد مش نكد لا مش نكد ده مش نكد لا مش نكد